حكوا عنا قصص قالوا وأساطير، معروف هو بحفظ الأسرار، واللي يريد يعرف شكوا بالبير، لا يروح ويجي خلي يبقى بالدار. بير وحزازير مع مروة المظفر. مساء الخير، مساء الورد، مساء المحبة لكل مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بير وحزازير. اشتاقت لكم كلش هواية، تحياتي لكل مشاهدينا الأحبة، لغز جديد وحزورة جديدة، ولكل مشاهدينا الجدد أشرح لكم فكرة البرنامج بصورة سريعة. هذا البير أكو شي بداخله، تمام؟ هذا الشي اللي بداخله شي يقول، هو اللي يتكلم وهو اللي يقول انه مكلب بيهم ماهدهم ومقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. هذا الكلام الشيء اللي بداخل البير هو اللي يقوله، مكلب بيهم ماهدهم ومقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. المفروض تعرفون شنو اللي بداخل البير، ويا ريت مشاهدينا ما تستعجلون تحاولون تسألوني سؤالين، من حقكم تسألوني سؤالين أجاوبكم بنعم أو لا، سؤال تكون الإجابة مالته بنعم أو لا. تحياتنا لكل مشاهدينا الأحبة، أيضا النوه التعليقات هي لمجرد المشاركة والمنافسة، التعليقات ما تدخل ويانا للقرعة في حالة إذا ما جاوبنا طبعا على الحزورة، راح تبقى ويانا الأسبوع المقبل إن شاء الله، وكل شخص اتصل بينا حيدخل ويانا للقرعة حتى يكون ويانا فائز. أما إذا حليتوا فأكيد الفائز راح يكون رابح ويانا جائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. لكن التعليقات أريد أعتذر من عندكم، التعليقات بس تكون يعني مشاركة من عندكم ومشاركة بالتنافس أيضا، ما نقدر كل التعليقات، لأن مرات توصل تعليقات لألفين تعليق ما نقدر كلهم ندخلهم ويانا للقرعة ولا نقدر أنه ناخذ إجاباتهم. تحياتي لكل مشاهدينا الأحبة بصفحتنا على قناة الفلوجة الفضائية على الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم في بير وحزازير، وأنتظر اتصالاتكم. طبعا دا أشارك على صفحتي أوكي وحزازير، تمام. تحياتي لكل مشاهدينا، أعيد الحزورة من جديد، الشيء اللي بداخل البير هو يقول لكم مكلب بيهم ماهدهم. ركزوا، كل كلمة موجودة حاولوا أنه تحللوها وتفكرون شنو الشيء اللي يقول لنا مكلب بيهم ماهدهم ومقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم، تمام؟ ايضا مشاهدينا الاحباء، اتمنى من عندكم انه شكوا اتصال ديطينا الان معلومات، اكيد راح يسالنا وراح نجاوبه، وراح شويه شويه بالاتصالات تكون هناك مجموعه من المعلومات، سجلوها وايضا سجلوا الاجابات الخاطئه حتى ما تعيدوها. ويانا سيوفي، اهلا يا سيف. الف كلام، كيف السلام عليكم. كل عام وانت بخير سيوفي، يلا ما يخالف. شلونك سيوفي حبيبي؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله زين. اي سيوفي سولف لي، هذا الشيء موجود بالمطبخ؟ موجود بالمطبخ شباب؟ بحري اسراء؟ لا. زين، هو من حديد؟ بي حديد؟ بي حديد بحري اسراء؟ لا ما بي حديد. زين، الماشية مال الشعر؟ ماشية، ها عفوا، ممكن بي حديد هسه قالوا لي، ممكن بي حديد. هاي بي حديد هسه الماشية مال الشعر، هي تقولها ماشية مالت الشعر، تمام. خلي نسأل البير، سيوف يقول الماشية مالت الشعر. لا ما موجود. تحياتي سيوفي وتحياتنا لكل أطفالنا الحلوين اللي يشاركونا ببير وحزازير. ضياء من الفلوجة، أهلا يا ضياء. السلام عليكم، شلون صحتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لقناة الفلوجة وليت والعلاء، ودادت التحية ويا علاء والي اللي روحت الهدية دزوا لي اياها. أهلا أهلا بيك أخ ضياء، أهلا وسهلا، ألف ألف مبارك على الجائزة. شلونك؟ شو أخبارك؟
اهلا وسهلا لكم، وتحياتي العلاء ولابو معمر ابراهيم منطقه فرحان، برنامج مضاي فهمنا شلون. تحياتنا للاستاذ علاء اكيد، وتحياتنا لكل زملائنا مكتب اربيل الرياء من الجرمة خفليا بالسلام، وهو ونعمي ويعني اشكره ممنون له. وريد تاخذ رساله دراسه ايش قال على البيت، قلت له رغم البيت انا ما اخذ دراسكم والله. تحياتنا اخ ضياء، شلونك عيوني؟ الله يخليكم تسلم. عيني السؤال شنو هو السؤال؟ اكو شيء بداخل البير يقول لك متشلب بيهم وماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. المعلومات اللي عندنا انه هو شيء ما موجود بالمطبخ واحيانا يكون به حديد. الله يا ست، السؤال ما ادري المسمار شو تسوي على السؤال؟ مسمار؟ المسمار نعم. تمام، نسأل البير ضياء من الفلوجة يقول المسمار. لا ما موجود. تحياتنا لك يا ضياء، وطبعا ألف مبارك الجائزة اللي حصلت عليها من قناة الفلوجة الفضائية، جائزة مالية. محمود من صلاح الدين، أهلا يا محمود. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. ما أعرف الحزورة. ما تعرف الحزورة، ماشي. أكو شيء بداخل البير يقول لك متشلب بيهم وماهدهم وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. أعتقد لو الحبل لو الدلو، يعني لو شنو؟ لو الحبل لو الدلو. لو الحبل لو الدلو؟ لا أعطيني إجابة. نقول الحبل. حبل. تمام. لا ما موجود. تحياتنا لك يا محمود، تحياتنا لكل أهلنا بصلاح الدين. خلي نقرأ شوية تعليقات. صالح العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هدوء الليل، السلام عليكم. وعليكم السلام، يقيني بالله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. خالد ستار، نورتي الغالية، استمر وشكرا. علي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا صالح العراقي، أخويا علاوي شلونك، يسلم عليك. بحري تحيات المخرج إليك. حمزة، نورت وشكرا. مرحبا للجميع، تسلم. وسام الإبراهيمي، تحياتنا إليك يا وسام، شكرا جزيلا. حمزة، أمي وأبويا، شنو أمي وأبويا؟ حسين البصراوي، سيس صار من المتصلين اليومي. أوكي. خالد ستار، نورتي قناة الفلوجة ست مروة، منتظرينك من الأسبوع مرة نشوفك. تحياتنا يا خالد، هو البرنامج أسبوعي. فهد زويد الخلف، منورة ست مروة. شاكر أبو معتز، مساء الخير، كيف الصحة؟ علي عباس الجوراني، السلام عليكم. أبو مروة العامري، شو وقت إعادة البرنامج؟ أعتقد يوم الأحد الساعة 3. سيف ألباز، أحلى ست مروة منورة، تحياتي. عباس أحمد المعمور، السلام عليكم. أيضا شاكر أبو معتز، اليوم منورة فوق العادة، تسلم يا أبو معتز. عباس أحمد المعمور، منورة ست مروة. أيضا ماهر أياد، مساء الخير، نور العيون، السلام عليكم. الجواب كذا، ما أقدر أقول الإجابة اللي ذكروها بالتعليقات. ويانا اتصال غصون. أهلا يا غصون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أهلا غصون. الجواب ساعة. ساعة؟ طيب ما تريدين تستثمرين السؤالين تسأليني قبل لا تجاوبين؟ عندك سؤالين. الساعة. تمام. غصون من بابل، تحياتنا لكل أهلنا بابل، تقول الساعة. خلي نسأل البير. لا ما موجود. احنا قلنا هذا الشيء ما موجود بالمطبخ صح؟ بس احيانا الساعه تكون موجوده بالمطبخ، حتى اكو ساعات خاصه يعني الجداريه اقصد، تكون يعني على شكل ملاعق وشطلات وسكاكين يعني. فالساعه بس ركزوا على المعلومات اللي عندنا اللي وصلتنا من الاتصالات. ما موجوده بالمطبخ، هذا الشيء ما موجود بالمطبخ، وايضا يكون احيانا به حديد، فلازم نركز على هذه المعلومات قبل لا نجاوب. ايضا شوف التعليقات. حسين الشبالي، الجواب كذا.
رنا عباس مساء الورد منوره يا غاليه، شكرا يا رنا. المايسترو ماجد الملاح تحياتي اهلا. حسن الخالدي مساء الخير. حامد حاتم نورتي الغاليه سمروه والله يحفظك، شكرا. علي يقول انا اقول الجواب كذا. حسين البصراوي منوره مراوي. علي ابراهيم الشمري منوره سمروه. البنسج عكس ما تدور، نتمنى لكم التقدم والازدهار تحياتي، شكرا. ابو مروه العامري انت الاعلاميه الاجمل صوت وصوره، شكرا ابو مروه تسلم لي. سيف الباز سمروه ابويا يسلم عليك وعلى الكادر. تحياتنا لك يا سيف، تحياتنا للسيد الوالد. ويانا ابراهيم. نعم. اهلا يا ابراهيم، تحياتنا لكل اهلنا بسامراء. اي ممكن جرح الجرح؟ طبعا. اي اي الدلو اللي يلوم به الماء نفسه. شلون؟ الدلو اللي يلوم به الماء. الدلو اللي يتشلب بالحبل. الدلو. زين، انا راح اساعدك بنقطه لانه ممكن انه انت ما فاهم الفكره مال البرنامج. هذا الحبل وهذا الدلو، اكو شيء بداخل الدلو، شنو هو داخل الدلو؟ نعم. المي. المي. طيب اوكي، يلا نسال البير. ابراهيم من سامراء يقول المي، وانا شفت هاي الاجابه ايضا موجوده بالتعليقات. لا ما موجود. لا اكيد ما موجود. يعني شلون المي؟ يعني احنا قلنا المي ما موجود بالمطبخ. اي صدق كاميرا ثرية، وين رايحه انا؟ اي رايحه على الواحد. كاميرا ثرية مروه. يعني مو والله، يعني الاجابه هي صدق، يعني المطبخ ما موجود بيه مي. فكروا بيها، المطبخ ما بي يعني ما بيه مي نهائيا. زين المي بحديد، مو انتوا ركزوا على هاي المعلومات قبل لا تجاوبون، لان حرامات انتوا بالقوه تحصلون، حرامات انه تحصلون وبعدين تكون الاجابه خاطئه. عموما لو ما جاوبتوا على هذه الحزوره باقيه ويانا الاسبوع المقبل ان شاء الله، ولكن كل شخص اتصل بينا على الهواء مباشره او اللي انقطع الاتصال ويا قبل لا يظهر ويانا على الهواء راح يدخل ويانا للقرعه. ويانا سامر. مرحبا اخت مروه. مرحب كل الهلا. الله يحفظك، تحياتي ليش للكادر طبعا. شكرا. سامر امير من بغداد البيع. يا اهلا وسهلا بيك. انا ابو سيف طبعا، ديت صديقكم صديق البرنامج. اها تحياتنا لحضرتك. بس هو ما شاء الله ذكي ما شاء الله، الله يحفظه لك يا رب. الله يحفظه. الله يسلمك ربي. والله صراحه يعني من يوم السبت للسبت منتظر البرنامج مالتي. في دول قلبك. تسلم لي. تسلم لي ابو سيف. ربي يحفظك، تحياتي. الله يخليك. اخت مروه، عيني هذا الشيء بي كهرباء؟ يعني استخدم ضمن الكهرباء؟ بي كهرباء إسراء بحري؟ لا ما بي كهرباء. زين موجود بكل بيت؟ موجود بكل بيت؟ مو شرط. يعني والله ما أعرف، بس ممكن يكون قفيص مال. نعم. مال الصوند الخارجي قفيص. شلون؟ القفيص مال الصوند. قفيص. القفيص مال الصوندة. أها. يربط بيه. طيب. نعم. خلي نسأل البير. لا ما موجود. ما موجود. طبعا بس المخرج والمعدة إسراء الشيخ اللي هي اللي هم اللي يعرفون بس الإجابة، وأنا دا أسمع الكادر هم ندي حاول يحلل الإجابة، لا أني أعرف الإجابة ولا باقي الكادر، بس المخرج والمعدة. فالتعليقات ساعديني وساعديني، أنا كل شيء ما أعرف. أبو علاء عبد الله تحياتنا إليك، تحياتي الحمودي والعمر والكرار والسجاد والهدى والعمشة. بكر العباسي السلام عليكم. عليكم السلام. ماجد الشمري مساء الخير. عباس ويانا من الديالة، أهلا يا عباس. ألو. ألو ألو. أنا مو عباس، زياد من الديالة. زياد. زياد. اي نعم. اهلا يا زياد. مساء الخير. مساء الورد والياسمين. شلونك شخبارك؟ اهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك. اي زياد. نصيلي صوت التلفزيون زياد. نصيلي صوت التلفزيون، اسمعني من الهاتف. طيب. يلا وخلي ندوخ ويا السؤال. يلا. اكو شيء بداخل البير؟ دوخني دا افكر بيه ما وصلت حاجة. ماشي، خلي نشارك المعلومات اللي عندنا. شيء ما موجود بالمطبخ، ما موجود بكل بيت،
واحيانا يكون به حديد ومو كهرباء. ما بيه كهرباء. بعدنا بالبدايه ودوخك. سؤالك حيرني مثل والله اللي حيرك هي اسراء. طيب هسه اعطيني اجابه زياد. طب بس احكي لك هاي النكته وبعدين اعطي الاجابه. لا لا احنا هسه مو نكته زياد، اعذرني لانه اكو اتصالات وراك، فقل لي الاجابه حتى ناخذ اتصال بعدك. زياد انقطع الاتصال ويا زياد. مناف. نعم نعم عيني. بس ممكن السؤال بدون زحمه. اهلا يا مناف. نعم مناف، اكو شيء بداخل البير يقول لك مشلب بيهم ما هدهم. طبعا اكو شيء بداخل البير، ركز وياي يا مناف، اكو شيء بداخل البير هو يقول لك مشلب بيهم ما هدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. اذكرك بالمعلومات مناف، اذكرك بالمعلومات، هذا الشيء ما موجود بكل بيت، هذا الشيء ما موجود بالمطبخ، هذا الشيء بيه حديد بس ما بيه كهرباء. بيه حديد بس ما بيه كهرباء. السلم، الدرج. السلم، درج. احنا نسميه سلم ما اعرف، الدرج يعني السلم. درج. طيب نسأل البير، مناف من الرمادي يقول الدرج. لا ما موجود. تحياتنا لك يا مناف، تحياتنا لكل اهلنا بالرمادي. نرجع للتعليقات ايضا. خالد ستار رحمة الوالدة، هذا البير ما يروح للبيت ينام شنو؟ ينام ستة أيام ويجي لكم السبت. حسين البصراوي تحياتنا لك، شكرا جزيلا، تحياتنا للوالدة. أيضا أبو علاء عبد الله، تحية إلى مصطفى. المايسترو ماجد الملاح، مساء الورد تحياتي. أبواب السماء الجواب كذا. حسين الشبالي ربي حفظك شكرا. طلال يقول مساء الورد مراوي الغالية، فقط نتابع، تحياتنا لك يا طلال. أيضا الحالي يقول ناطي الإجابة. أيضا أبو علاء عبد الله تحية إلى حمادة يوسف. علي تحياتي لكم الكادر الموجود. أيضا علي إبراهيم الشمري ممكن الحزورة، راح أعيدها بعد قليل. حسين البصراوي سلامي إلى حسينين أبو التوفيق إلى باكر الامتحان. علاء الحنين الجواب كذا. أمير في زمن الظلم منورة ست مروة ربي حفظك شكرا. خالد ستار تحياتنا. داري من الديالة، أهلا يا داري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست مروة شلونك؟ أهلا بك يا أخ داري. ممكن نشارك البرنامج؟ طبعا أكيد، أنت على الهواء. ست مروة عيني، هذا عندي سؤال صغير هم قبل أن أعطي الإجابة. نعم تفضل. هذا الشيء مغوص يعني هو؟ هذا الشيء شنو؟ مقوس؟ لا ما ابي؟ نعم؟ لا مو مقوس. انا اقول اليد مال الدلو. اليد مالت الدلو؟ اي. طيب خلينا نسال البير. ضاري من الدياله يقول اليد مالت الدلو. لا ما موجود. تحياتنا لك يا داري. ايضا غيث العزاوي تحياتنا لك. حسين البصراوي تحياتنا. ابو مروه العامري، انا متابعك من برنامج نهاركم سكر الى الان، حيل قبل 18 سنه يعني. تحياتنا لك ابو مروه. حسين الشبالي ربي يحفظكم. فهد الشمري تحياتنا من الموصل. بكر العباسي السلام عليكم ست مروه، تحياتي لحضرتك والقناه الفلوجه. وائل من الدياله، اهلا يا وائل. قطع الاتصال ويا وائل. خلي اعيد الحزوره من جديد. اكو شيء بداخل البير، اكو شيء بداخل البير، انسول الحبل وانسول الدلو، انسول الاشياء اللي غير ملموسه تمام، ولا الاشياء الكبيره يعني. هو دلو المفروض انه فتشي على قده او على قد البير على الاقل تمام. اكو شيء بداخل البير يقول لكم مشلب بيهم ما هدهم وما اقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم تمام؟
نركز ايضا على المعلومات اللي اجتنا بالاتصالات، شيء ما موجود بالمطبخ، ما موجود بكل بيت، ما بي كهرباء لكن بي حديد، بعضها بي حديد، تمام؟ احنا ذكرنا عدة اجابات، اتمنى تكونون مسجليها حتى ما تعيدوها، وانتظر اتصالاتكم على ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشه. فهد الشمري تحياتنا من الموصل، تحياتنا لكل اهلنا بالموصل، ايضا علاء الحنين ربي يحفظك شكرا، حسن خالدي ناطي الاجابه، امير في زمن الظلم منوره ست مروه ربي يحفظك، ايضا ابو علي الرباعي منوره ست مروه الغاليه نورتي البث المباشر شكرا، حسين الشبالي ناطي اجابه، ايضا علاء الحنين ناطي نفس الاجابه، خالد ستار يقول لا لا اكيد اكو شيء بداخل البير، مستحيل ماكو شيء بداخل البير. جنة الورد ايضا ناطي اجابه، هلو ست مروه مساء الخير، اتمنى يعني اسمك اللي على اسم شركة موبايل، تمام؟ أتمنى لو تغير الاسم أو تكتب اسمك في سبيل أقدر أقرأ. ويانا اتصال نبيل، أهلا يا نبيل. ألو، مساء الخير. مساء الورد، شلون ست مروة؟ الحمد لله بخير، تحياتنا إلك يا نبيل. السؤال طيب، أكو شي بداخل البير يقول لك يا نبيل مشلب بيهم ما هدهم وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. الله ما أعرف يعني يعني شو أقول لك؟ لا هو أنت متصل حتى تقول لي ما أعرف؟ يعني إنسان يعني لو حال يعني شيء شنو؟ قال إنسان لو يعني شيء غير إنسان، يعني قصدك كائن كائن حي؟ إيه إيه يعني جماد؟ جماد أو كائن حي؟ طيب إسراء، هل هو جماد؟ ما يخالف يعني ممكن تكون وردة يا بحري، وردة همينة كائن حي. جماد؟ جماد 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 يعني كثير مثلا الكهرباء أو شيء. لحظة أعيد لك المعلومات، الظاهر نبيل قبل اتصلت وما عارف السؤال، ذكرت لك هسه السؤال، خل اعطيك المعلومات اللي وصلتنا من خلال الاتصالات اللي قبلك. شيء ما موجود بكل بيت، ما موجود بالمطبخ، ما بي كهرباء، بس بعضه بي حديد. بالحديقه؟ السؤال الثاني، هو موجود بالحديقه اسراء؟ اسراء وبحري؟ لا ما موجود بالحديقه، هاي معلومه لخ، ما موجود بالحديقه. والله يا ست العزيزة ما أعرف. أوكي شكرا لاتصالك نبيل، تحياتنا لك. ويانا مراد من صلاح الدين، أهلا يا مراد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سامت من صلاح الدين. أهلا وسهلا. شكرا. نامق أهلا بيك، مو مراد، نامق. لا نامس نامس مو ناظم. أي نامق؟ نامس نامس من صلاح الدين مو ناظم. نارس نارس. لا نامس نامس، انا شاركت نامس نامس نامس. اهلا وسهلا نامس. اهلا طبعا كل ساعه يعطوني اسم مو بيدي. اهلا نامس. اي نامس ست مروه، يعني هذا زي يعني ماده مال يعني قزاز؟ سؤال حلو، في قزاز؟ لا ما اعتقد، يعني النرجيله. الارجيله الأرجيلة بعد بحري أستاذ يقول لك مو بيها الزجاج هي الأرجيلة. لا ما موجود. يعني أنتوا تسألون أسئلة وبعدين تجاوبون تجاوبون جواب بعيد عن السؤال. هسه صارت عندنا معلومات جديدة، أول شيء هو ما موجود بالمطبخ، ما موجود بكل بيت، ما موجود بالحديقة، تمام؟ انسولي شكو شيء بالحديقة وشكو شيء بالمطبخ بس ممكن يكون موجود بالبيت بس مو بكل بيت. هاي ثلاث معلومات، مو كهرباء بي حديد، مو كهرباء بي حديد وبي زجاج، مو صح؟ ما بي زجاج، سوري ما بي زجاج، تمام؟ بي حديد بعضه بي حديد، ما بي كهرباء ولا بي زجاج. ويانا أم محمد من الأنبار، أهلا يا أم محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أولا بس أريد حبيت أنافس قناتكم. حبيبتي تحياتي لك يا أم محمد، شكرا لاتصالك أولا. بس إحنا برنامجنا مو خاص بالبرامج الخدمية ولا المناشدات، مناشدتك خليها الآن تحت الهواء، راح تتكلم وياك الزميلة علا، خلي مناشدتك حتى نرسلها للمعنيين. تحياتنا لك يا وردة. تحياتي للجميع ونرجع للتعليقات. محمد عبد الله السليمان، شنو اسم الحزورة؟ شنو اسم الحزورة؟ أيضا طلال تحياتنا، يقول خاطر الله أكو بيت ما في فلوس. تحياتنا يا طلال. علي مساء الورد عليكم. حسين الشبالي أيضا نعطي إجابة. أياد الأزرجاوي الجواب كذا. علاء الحنين ربي يحفظك، شكرا. حسين أبو علي الزوبع من نورس مروة. حيدر علي غدا الامتحانات ثالث متوسط، تحياتنا لهم ويا رب النجاح. أيضا عباس أحمد المعموري، جنات زهراء زينب كلش يحبونك، تحياتنا جنات وزهراء وزينب. علي أياد ست مروة، إحنا نحترمك بس لازم تكونون صادقين، عرفت الإجابة وكذبتوا علينا. وين عرفت الإجابة وكذبت علينا؟ أوكي أريد أعيد من جديد، أريد أعيد من جديد التعليقات نهائيا، ما ناخذ الإجابات حتى لو كانت صحيحة. التعليقات أكرر، ما ناخذ الإجابات مالتها حتى لو كانت صحيحة. مرة ثالثة، التعليقات ما ناخذ لها الإجابات حتى لو كانت صحيحة، تمام؟ ولا يدخلون ويانا للقرعة نهائيا. تحياتي لكم. أمنيات قيد الانتظار من نورة ست مروة، اليوم طالعة تخبلين عيونك الحلوة، تحياتنا لك يا أمنيات. أمير في زمن الظلم الجواب هو كذا، صح لو لا، ما أقدر أقول لك صح لو لا لأنه ما أعرف الإجابة. أبواب السماء أيضا تحياتنا نعطي الإجابة. أيضا ست مروة بالعيد إحنا حصلناكم وعرفنا الجواب، بس حصلناكم بس اللي شنو سدة وقبل، اللي عندكم سدة وقبل. لا مستحيل، يعني إحنا نريدكم تتصلون وإحنا نعطين الأرقام مباشرة الآن أسفل الشاشة، نسد بوجهكم؟ لا طبعا، لا أكيد هو مشكلة بالاتصالات. تحياتنا لك أيضا. حسين أبو علي الزوبعي تحياتي لقناة الفلوجة. مصطفى الجواب كذا. علاء الحنين ناطي سؤال. علاء الأسئلة اللي أجاوب عليها بنعم أو لا أيضا عبر الاتصالات يا علاء. عسولة الصافي شلون ست مروة منورة ربي حفظك. حسين الشبالي ناطي إجابة. أيضا إجابتك يا حسين يعني معقولة ما موجود بكل بيت؟ يعني إجابتك معقولة ما موجود بكل بيت؟ تحياتي إليك. بكر العباسي دائما مشغول لأنه زخم على الاتصالات. مصطفى تحياتنا. أيضا تحية الهداوي الكرار والسجاد والإسراء وست مروة. حسين الشبالي الجواب كذا. أيضا علي أياد إخوان بس سؤال، الجواب بالتعليقات لو إلا اتصال حتى تصير الإجابة. علي أياد اللي قلت أنه أتمنى تكونوا صادقين ويانا، أكرر المرة الرابعة تمام. التعليقات ما نأخذ إجابتها نهائيا حتى لو كانت صحيحة. أيضا عمار القيسي السلام عليكم تحياتنا لكم. علاء الحنين ناطي إجابة. عباس أحمد المعموري جنات وزهرة وزينب تحياتي لهم. حنين من بغداد، اهلا يا حنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلا زحمه حبيبتي، بس اذا عرف هذا بي بلاستيك. بي بلاستيك؟ نعم، حلو، خوش سؤال. بي بلاستيك. وبي زجاج همين؟ قلنا بي زجاج هذا السؤال قبل قليل، بي زجاج، بي بلاستيك. العفو عفوا، ما بي زجاج، ما ادري ليش لازق انه بي زجاج. ما بي زجاج. بي بلاستيك، بعضه بي حديد، وما بي كهرباء. أعيد لك إياه، ما بي زجاج وما بي كهرباء، بي بلاستيك وبعضه بي حديد. زين النفاضة؟ نفاضة؟ أكرر لك معلومة همينة، قلنا إنه ما موجود بكل بيت، ما موجود بكل بيت، وما موجود بالمطبخ، وما موجود بالحديقة. بعدش مصرة النفاضة؟ ايه. طيب ما عندنا جواب. نسأل البير.
لا ما موجود. يعني النفاضة أيضاً لازم تكون موجودة بكل بيت، مستحيل أكو بيت ما بي نفاضة، صحيح؟ راح نروح فاصل وبعدها نرجع لكم. عودة معكم مشاهدينا الأحبة بعد الفاصل، وبير وحزازير. تحياتي لكل مشاهدينا الأحبة. أكو شيء بداخل البير المفروض تعرفون شنو هو الشيء اللي بداخل البير، يقول لكم مشلب بيهم ما هدهم وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. تحياتي لكل مشاهدينا. راجع المعلومات اللي ويانا، هذا الشيء ما موجود بكل بيت، هذا الشيء ما موجود بكل بيت، ما موجود بالمطبخ نهائياً. بي كهرباء، لا عفوا ما بي كهرباء، إسراء راح ما بي كهرباء، ما بي زجاج، بعضه بي حديد وبي بلاستيك. ما بي زجاج وما بي كهرباء، بعضه بي حديد وبي بلاستيك، تمام؟ بعد شنو المعلومات اللي عندنا؟ ما اعرف. المهم التعليقات ايضا مشاهدينا الاحباء، اكرر التعليقات ما ناخذ اجابتها نهائيا ولا اجاوب على الاسئله اللي تخص بنعم او لا، لازم تتصلون وتسالون هذه الاسئله وتجاوبون ويانا يعني اتصال. شاكر، اهلا يا شاكر. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور البرنامج اختي. تسلم لي يا شاكر. الله يسلمك اختي. هذا الشيء هو يعني موجود بالبيت او مع الشخص عندما يعني يخرج؟ لا احنا ذكرنا انه هو مو موجود بكل بيت. مو بكل بيت؟ مو بكل بيت. يعني بي مواد كهربائيه شيء؟ قلنا همينا ما بي كهرباء. والله شغله حي. موجود يعني هو موجود بالبيت بس مو بكل بيت، وموجود خارج البيت. موجود يعني مو بالبيت. بيت موجود. هو موجود بالبيت شاكر بس مو بكل بيت. مو بكل بيت. نعم، لكن هو موجود ايضا خارج البيت. يتواجد ايضا خارج البيت. ما بي كهرباء. الله. ما بي زجاج. بي بلاستيك. بي حديد. الله ما شغلة حيها. حنعمل ايه طيب؟ نقول لكم ماشي ماشي عارفتي. ذكرها سيف اول اتصال. والله ما نعرف الاجابه لحد. شكرا يا شاكر، تحياتنا لك. تحياتنا شاكر. ويانا ابو شهد. ام شهد. بحري. ام شهد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك مروه حبيبتي؟ اهلا ام شهوده حبيبه قلبي. هذا الشيء يستخدموه الاطباء؟ هذا الشيء يستخدموه الاطباء. سؤال حلو. مو خاص بالاطباء، لا لكل الناس. زين لكل الناس. الرجال والنساء والاطفال شلون يستخدموه؟ الرجال والنساء والاطفال. اسراء كل الناس يستخدموه. يعني الكل يستخدموه. والله حيرة اليوم، الحزورة حيل صعبة. شنو الجديد؟ هي كلها حيرة. ونقول الفرشة مال الصبغ مال الجدران. مال الجدران. طيب نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك ام شهوده، تحياتنا لكل اهلنا ببغداد. ويانا هادي بن الدياله، اهلا يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا الشيء موجود بالغرفة النوم؟ ممكن. اي تعلاقه مال الملابس. شنو هي؟
تعلاقة مال الملابس. تعلاقة مات الملابس. ايه تعلاقة الملابس. نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك، شكرا جزيلا يا هادي على اتصالك، حظ اوفر ان شاء الله بالحلقات المقبله. نرجع للتعليقات. حسين ابو علي الزوباعي منورة استمر، وشكرا. حسين الشبالي ايضا ناطي اجابه. عبد الكريم العراقي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين البصراوي سلامي وتحياتي الى صفاء حسين التميمي، تحياتنا لك يا حسين. ابو ميسم العيساوي منورة اختي الغاليه مروه، شكرا. حسين الشبالي جواب كذا. شموسه شموسه احنا كلش نحبش، تسلمي لي يا شموسه. حسين ابو علي الزوباعي مساء الخير. يوسف ابراهيم تحياتنا. معتز بشار هلا. علي اياد تحياتنا لك. سيد علي النعيمي منوره منوره شكرا. حسين ابو علي الزوباعي مساء الخير مساء الورد. حمامه بسمايه مرحبا مرحب. علي اياد اسف عبالي الاجابه بالتعليقات ايضا، ان يعتذر اني غلطان ولا يهمك يا علي، تحياتنا لحضرتك. عبد الله من الفلوجه. اهلا يا عبد الله. مرحبا مرحب كل الهلا. والله شنو هذا السؤال؟ شنو؟ اريد اشارك براي بس اريد اعرف. تريد تعرف السؤال؟ ايه. اكو شيء بداخل البير يا عبد الله يقول لك. نصلي صوت التلفزيون بالاول، نصلي صوت التلفزيون الاخير. ماشي تسلم لي شكرا. اكو شيء بداخل البير يقول لك يا عبد الله نشلب بيهم ماهدهم وما اقدر على فرقتهم، اخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. الله الله فكرك. فكر بسرعه لان المفروض انت من متصل لازم نفكر. باتري الباتري ما اي. طيب خلينا نسال البير. عبد الله من الفلوجه يقول البطاريه او الباتري. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عبد الله، تحياتي لكل مشاهدينا الاحبه. اللي اتمنى من عندكم انه انتم مفكرين يعني قبل لا تتصلون، مفكرين قبل لا تتصلون. اكو اتصالات بعدكم دا ينقطع الاتصال وياهم، يعتقدون انه احنا سدينا الخط. فاتمنى انه انتم مفكرين من البدايه قبل لا تتصلون، وعندكم المعلومات اللي داعيدها كل شويه كل شويه داعيدها. شيء هذا شيء ما موجود بكل بيت، موجود بيت نعم بس ما موجود بكل بيت، ما موجود نهائيا بالمطبخ، ما موجود بالحديقه، ما بي كهرباء، ما بي زجاج، بعضها بي حديد وبي بلاستيك. ويانا خزعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا خزعل. زين هذا الشيء يعني نوكل له؟ ينوكل؟ اسراء. لا. بي خشب؟ بي خشب؟ سؤال حلو. لا ما بيه خشب. زين الطخم مال الاسنان؟ طخم الاسنان. تمام. تحياتنا لكل اهلنا باربيل. لا ما موجود. تحياتنا لك يا خزعل، شكرا جزيلا لاتصالك. ام حسام من الانبار، اهلا بيك يا ام حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا ام حسام. هلا وحبيبة قلبي، شلونك الوردة؟ أنا بخير تسلميلي، فدوى لقلبك. هلا وتحياتي إلي لحضرتك، وتحياتي للمخرج الوردة بحري، بعد ما أقول له على وحدة بحري عارفينها رأسا. وتحياتي لكل الكادر والمخرج. مرسي. مرة ثانية وتحيات السرة والعلا والنسمة والبشير وكل المصورين وكل الكادر الموجود، ومحمد الكبيسي وعبد الرحمن وصباح وكل صباح العاملين في هذه القناة الشريفة النزيهة. بعد اي يلا مروة عيونها مريوة. عيونها لا مريوة هاي البصرة يقولوا لي مريوة. اي امان الله قول لي للبقية الموجودين العاملين يقولوا لا يزعلون علي، خاف ما عد الاسماء البقية. ما يزعلون، الكل يحبك الكل يحبك يا ام حسام. شكرا جزيلا، شكرا لكم. مريوة نعم. أنا اليوم راح أشارك على مقطع ونصيب، ولو أنا ما عندي حظ، ولكن أقول هذا الميزان الصغير اللي يوزنون به يعني المجوهرات. نعم عرفت الميزان الصغير. أم حسام تقول
لا ما موجود. تحياتنا يا أم حسام، شكرا جزيلا لاتصالك. نرجع للتعليقات. سيد علي النعيمي تحياتنا إلك. حمامة بسماية شنو السؤال يا معودة؟ ست مروة تحياتنا إلك يا هلا هلا، تحياتنا إلك يا هلا. محمد عبد الله سليمان تحياتنا. عمي مرعي يسلم عليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردة علي منورة ست مروة طالع حلوة، شكرا جزيلا. أبو عماد ست مروة مشتاقين، تسلم يا أبو عماد. حمودي الجنرال السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام. وردة علي تحياتنا إلك أبو عماد، ربي يحفظكم، شكرا. أيضا عمار القيسي ممكن تحية باسم عمار شهاب أحمد القيسي، لحميد شهاب القيسي وسام القيسي، تحياتنا لك يا عمار. معتز الزيدان السؤال صعب. حميد الشاب القيسي السلام عليكم. أبو عماد لا ما موجود. تحياتنا أبو عماد. ليث الواسطي منورة يا الغالي، ربي يحفظك ووقت، شكرا. أيضا سيد علي النعيمي قناة الفلوجة منورة منورة، شكرا. أبو عماد منورة ست مروة. خطاب العساوي تحياتنا. أيضا وائل برنامج حلو. وردة مروة شكرا وائل القيسي. جاسم السليمان الجواب كذا. أيضا ذكريات الماضي نورتي ست مروة. شموسة تحياتنا إلك حبيبتي شكرا. عطر جنة الورد الجواب كذا. أبو عماد ربي يحفظكم مرسي. شموسة لا تعوفينا أبد مروش، كلش تعلقنا بيت، شنو سويتينا السحر مثلا. الله يبعدنا عن السحر. تحياتنا يا شموسة. عمر من الفلوجة، أهلا يا عمر. مساء الخير يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور على اسمك. أهلا بيك. اسمك يتخلى بالحائط هذا كيلو. يتخلى بالحائط يا إسراء وبحري. لا. زين يستخدمون الأطباء؟ ذكروا قبل قليل إنه يستخدمون الجميع. الجميع، رجال ونساء وأطفال. وجميع الاختصاصات. جهاز ضغط؟ نعم. جهاز الضغط. جهاز الضغط. جهاز الضغط. عمر من الفلوجة يقول جهاز الضغط. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عمر. مكلب بيهم وماهدهم ومقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. راجع المعلومات من جديد. ركزوا وياي حتى لا تقولوا لي عيدي. هذا الشيء ما موجود بكل بيت، موجود بالبيت نعم بس ما موجود بكل بيت، موجود خارج البيت، ما موجود بالحديقة ولا موجود بالمطبخ، تمام؟ ما بي زجاج، ما بي كهرباء، نوعا ما بعضه يعني بي حديد، بي بلاستيك، قلنا ما بي كهرباء، بعد شنو المعلومات؟ يستخدموا الجميع، رجال ونساء وأطفال، تمام؟ وهو جماد. أيضا أحمد صبحي منورين، ربي يحفظكم، شكرا يا أحمد صبحي السامرائي. أبو عماد ناطي الإجابة. أيضا عمار القيسي خلدون إبراهيم القيسي تعال علق. ذكريات الماضي نورتي وردة ربي حفظك. أحمد صبحي تحياتي لكم وإلى كل الكادر الفلوجة وإلى ست مروة، شكرا جزيلا أحمد. أيضا أبو عماد تحياتنا إليك. خلدون إبراهيم عمار القيسي على شنو تحياتنا. أبو حمودي، اهلا يا ابو حمودي. مرحبا، اهلا بيك، تحياتنا كل اهلنا بالموصل. شلونكم احوال؟ الحمد لله. اي ابو حمودي، والله ست مروة احنا حيرتينا بهالسؤال هذا، ما اعرف شلون تطلعون هالسؤال. انا ما علي اسراء. والله ست اسراء شويه قاعد تضغط علينا. يلا يلا نتسلى نتسلى. أنا عندي أقول الكرسي. الكرسي كده برضو يعني الكرسي ينحط بهذا الدلو أبو حمودي؟ إي والله أنتوا تحطون شيء زي رمزي، مو كرسي كامل. لا 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 هسه لحد الآن أنا قلت لكم ما قلت لكم يعني شيء رمزي يعني، عرفت؟ لا يعني نذكرها إذا مثلا شيء مصغر نذكر هذا الشيء حتى يعني نساعدكم. سيارة. ها؟ تاير السيارة الكفر. تاير السيارة؟ إيه. هو أنا الكرسي قلت لك لا.
طيب تاير السيارة، تمام خلص. أبو حمودي يقول تاير السيارة، مصر تاير السيارة. لا هذا الدليل ما موجود. تحياتنا للجميع. مرات أكو أشياء مثلا مجسمات صغيرة، ممكن سيارة طيارا، إحنا نقول لكم إذا أكو هاي مجسمات صغيرة إحنا نقول لكم إنه أكو هيك شيء، بس إحنا هسه نقول لكم وسهلة لكم إنه شيء موجود بداخل هذا الدلو. ركزوا بداخل هذا الدلو. ويانا حسن من ذي قار، وأهلا بكل أهلنا بالناصرية. أهلاً يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك ست مروة؟ أهلا وسهلا بك يا حسن. ممكنك أعرف؟ طبعا أنت على الهواء. رحم الله والديك. والديك، أي حسن؟ ممكن المكياج؟ نعم. المكياج؟ المقياس؟ مكياج. مكياج، المكياج. بس المكياج يستخدمه الجميع حتى الأطفال؟ احنا نسترجع المعلومات يا حسن. قلنا هذا الشيء يستخدمه الرجال والنساء والأطفال، الجميع. الحقيبة. نعم؟ الحقيبة، الحقيبة. ده تسمون الإجابة؟ حبيبة؟ الحبيبة؟ حديدة؟ الحبيبة. مدى أفهم مدى أسمعك حسن؟ الحقيبة، الحقيبة تتمروى، الحقيبة. الحقيبة كلنا ما سمعناك طبعا، والله ناس تقول لي الحبيبة ده يقول، أقول يعني معقولة الحبيبة نخليها حبيبة بالبير يعني شلون يصير؟ الله يخليك. الحقيبة. الجنطة، أوكي. طبعا شفنا الحقيبة هواية إجابات على التعليقات، خلي نشوف. لا ما موجود. الحقيبة يا حسن، تحياتنا لك يا حسن، وتحية كبيرة لكل أهلنا الطيبين بالناصرية. متشلب بيهم وماهدهم وما أقدر على فرقتهم، أخسر عمري وحياتي بس تبعدوني عنهم. هذا الشيء أحياناً يكون بيه حديد، بيه بلاستيك، ما بيه كهرباء، ما بيه زجاج، ما موجود بكل بيت، موجود خارج البيت، ما موجود بالحديقة، ما موجود بالمطبخ، تمام؟ يستخدمون الرجال والنساء والأطفال الجميع. ويانا اتصال دعاء من الأنبار. أهلاً يا دعاء. أهلا، مساء الخير. مساء الورد. حياتي استخدامها خارج المنزل وداخل المنزل. خارج المنزل، استخدامه خارج المنزل، احنا قلنا هو موجود خارج المنزل وموجود ايضا بالمنزل، بس مو بكل بيت، مو بكل منزل. يعني ممكن يكون الحزام. الحزام؟ نعم. طيب نسأل البير، دعاء تقول الحزام. لا ما موجود. ما موجود. تحياتنا لك يا دعاء، شكرا لاتصالك. نرجع للتعليقات. فاطمة شنو الإجابة؟ همام محمد المقصد تحياتي لكم همام الحلة. أيضا ياسين البصراوي منورة، مروة الوردة شكرا. أيضا علاء الحنين، دا أتصل وما تجاوبون. خلدون إبراهيم القيسي تحية للبرنامج. أحمد الماجد، السلام عليكم نورتي ست مروة، الجواب كذا. نايف المرعي تحياتنا إليك. خالد ستار تحياتنا. علاء الحنين تحياتنا إليك، يقول دا أتصل وما تجاوبون. محمد عبد الله سليمان، أبويا أبو عايد يسلم عليك، وعليكم السلام تحياتنا للسيد الوالد. أيضا محمد حمدي، الجواب كذا. عبد الرحمن محمود تحية لأخويا عمر الشعباني. شموسة، شموسة تحياتنا. عبد الرحمن تحية إليك يا عبد الرحمن. ربيعي، ربيعي مساء الخير ست مروة. شموسة ناطية إجابة. نايف المرعي، أوف يا إسراء أنتي وحزازيرك الصعبة. عبد الرحمن محمود تحية إلي يا آني. عبد الرحمن محمود الشعباني من قناة الفلوجة، تحياتنا لك يا وردة. علوش الدليمي، السلام عليكم. ربيع، ربيع تحية لك، صحة وعافية ست مروة شكرا. عطر جنة الورد ست إسراء، حبي هو سؤال. آني شنو؟ ما افتهمت تعليقك، تحياتنا يا وردة. خالد ستار،
الصبغ اللي تستخدمينه شعرك تحياتنا لك يا ورده. لا انا ما اصبغ شعري، هو كده. شموسه ممكن نقول الجواب كده. سيف العراقي دندق وما تردون. عبد الرحمن محمود تحيه هم لاخوي عمر الشعباني. وائل الريس يقول فد جلاس مي من البير لان فحطت واني دا فكر. ايضا حمودي شمري منوره ورده. احمد الماجد السلام عليكم نورتي مروه، السؤال سهل بس الجواب صعب والنبي. ايضا هلا تحيه الهيا وهلا وحمودي واحمد ويقضان وزياد وماهر وستنا مروه، شكرا جزيلا. اياد القيسي هلا ومروش احلى برنامج، تحياتي لكم. اياد اسماعيل. علوش الدليمي تحياتي لكم نورين يا قلبي، شكرا جزيلا. حمودي شمري مساء الخير ست مروه. محمد الدليمي الجواب كذا. نايف المرعي اوف يا اسراء انت وحزازيرك الصعبه. ايضا محمد حمدي يقول هاي قصه مو سؤال. محمد الدليمي نورست مروه. علوش الدليمي تحياتنا لك. سيد محمد الرئيس نورست مروه بس على كيفكم ويانا بالاسئله صعبه نوعا ما، تحياتنا ست اسراء. ايضا تحياتنا لك يا سيد محمد. منورست مروه شكرا جزيلا. خالد الشهيلي تحياتي لاهل دياله، اهلا وسهلا تحياتنا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام علوش. نايف المرعي الحزوره اعرفها بس ما اعلم، حزوره تعرفها بس ما تعلم. محمد الدليمي منورست مروه شكرا جزيلا. علوش الدليمي السلام عليكم. هاي شنو خلص الوقت؟ اي والله 54 ما توقعت. تحياتنا لكل مشاهدينا الاحباء. احنا متفقين انه لازم بنهايه كل حلقه اكو فائز سواء جاوبتوا على السؤال او ما جاوبتوا، لذا هذه الحزوره راح تنتقل الاسبوع المقبل ان شاء الله، باقيه ويانا في حاله ما حليتها احنا نحلها الاسبوع المقبل. لكن الان راح نكون مع القرعه، كل شخص اتصل بينا على الهواء مباشره او ما ظهر على الهواء انقطع الاتصال وياه موجود اسمه هنا، تمام؟ راح نختار اسم والفائز اكيد يربح ويانا جائزه ماليه مقدمه من قناة الفلوجة الفضائية. هادي من الديالة. هادي من الديالة. ألف ألف مبارك يا هادي. ربحت ويانا جائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. تحياتنا لك يا هادي. وتحية كبيرة لكل أهلنا بالديالة. تحية لكل مشاهدينا الأحباء، لكل من تابعنا عبر الفيسبوك وأيضا عبر شاشة قناة الفلوجة الفضائية. الوقت خلص وياكم بسرعة، راح ألتقيكم إن شاء الله بنفس الحزورة الأسبوع المقبل في بير.